زوج غير مسؤول ولا مهتم بزوجته وأولاده على طول سهر وخروج مع أصحابه، ومن فترة تزوج عليها واحدة متبرجة، بعدها كان بيكلم نساء غير محترمات من على مواقع في النت. نفسيتها تعبت جدا، ماذا تفعل؟ هذا السؤال ده ينظر إلى أو تنظر الأخت إلى موضوع زوجها بصفة عامة. إذا كانت خلف أو ترك الصلوات وأصبح يحادث الفتيات والنساء والساقطات تنصحه، إن أبى افترقت منه، أسلم لدينها الجليس السوء، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة.